له الدين وله كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده فقر وعيده ونصر عبده وعند سنته وهزم الأحزاب الصلاة جامعة الصلاة جامعة ركعتين سنة عيد الأضحى أثابكم الله عليك السلام حريصا على ترسيخ طاعتهم لربهم وتمسكهم بمبادئهم وقيمهم وكل ما فيه رفعة مكانتهم وبناء مستقبلهم فحين قال له الله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي حرصا من إبراهيم عليه السلام على استدامة نفعه وأثره في ذريته فأكرمه الله تعالى بأبناء وعائلة جعلها أسوة للبشرية وقدوة للإنسانية قال عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله وحده والصلاة